هذه تسع سنين احنا يقولوا لنا كل عام نجيبوا لكم الضو، كل عام نجيبوا لكم الضو، ما جابوا لنا والو، ما جابوا لنا والو، يوصلوا علينا يكذبوا علينا ثما ويوليوا. هذا الشيء اللي كان احنا بغينا غير ديال سيدنا، ما بغينا نعطوا لنا حتى شي حاجه، بغينا نخلصوا فلوسنا دوارزيه، بغينا غير نستافدوا حتى احنا بالقانون ديال سيدنا، ما بغينا حتى شي حاجه. ها هو وصل هنا وضرب لي البز ديالي. شكون هذا اللي ضرب؟ هذا واحد الممثل من عين الحجر. علاش يضرب المراه ديالي؟ علاش؟ حنا كنبكيو على حقنا اصاحبي، ماشي حنا كنمشاو ضد الدوله ولا شي حاجه، ولا حنا كنبقاو على نبكيو على حقنا. راه حنا باش كنقروا البز ديال هذا الوقت هذا. يا سي ومن الكهرباء راه زيد من 2012 انا راني داير رئيس جمعيه تما، من الوعود الكاذبه مشينا للعماله، مشينا باقي لا باب واحد الا نمشيو للاخر. الوعود والو دائما، واه الشهر الجاي تشرون كذا، ما كاينش غير الكذوب في الكذوب. اذا واش حنايا داخلين في المدار الحضاري، الناس داخله في المدار الحضاري وتقرر البز عند السماء؟ راه منكر هذا العالم. من جهتك انا شي حاجه، واش الناس 100 متر باش بعيده علينا الكهرباء دخلوا يا صاحبي؟ الفرن ديال الزيتون واحد الممثل في المرحله وحنا في حجره، لا الضو واحد الممثل في المرحله وحنا في حجره، حجره ما فيهاش 100 متر ما دخلتناش الضو. علاش؟ علاش حنايا محرومين بهذا الشيء؟ علاش؟ علاش محروم؟ واش هذا الممثل بقى يضرب البز ديالنا هنا قدامنا؟ انا الساعه 20 ما عطاولوش باش بعيده علينا الكهرباء، علاش ما يدخلوهاش؟ اسمح لي سيدي، هذه 12 عام العالم القروي استفد بالكهرباء في بال ولا اخر. الناس ساكنين في وسط المدينه صاحبي، ماشي عيب، ماشي عيب هذا. راه بنادم راه ساكت ما بغاش زعما يدير لنا هو، كيقول لك الصلاح و المسكين لا لا ما خدم. لا شنو هو المطلوب الوحيد ديالك؟ المطلوب الوحيد خصهم يستافدوا كما كان، يستافدوا من الكهرباء ولا والاخر والواد الحار وعشاش حال من حاجه شحال. اولا بعدا بغاو الضو. انتم مع عائله راه ازيد من 50 دار ولا صاحبي، ماشي ولا سقوا داخله في المطار الحضاري، القوانين مطبقه عليهم، اي قانون كيدير يخلصها وكذا، ولكن اللي ما كاينش يلا ياو اللي كيرمي الزبل في الجرادي ديال الناس، في الفرم ديال الناس، هذا باقي عاد وهو داخل في المدينه يلا ياو. والكهرباء فين راه؟ الناس كتقرا البز يمشي في الظلام ويقرا عند الشمعه وكذا، كي غادي يدير يطلع هذا الولد؟ راه ماشي زعما. انا راني تعرف عييت من 50 وحنا كنمشيو على هاد نرفدوا الصلاح نرفدوا، كيقولوا لك واه اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، فوقاش غادي حنا نستافدوا من هاد الضو هذا؟ واش الا ما عندناش حق في هذا المواطنين، علاش كيقولوها في الاذاعه؟ كيقول لك راه حق المواطن، فين راه حق المواطن؟ هذا هو حق المواطن، مازال يقدي الشمع ويطلعوا للديور يشوفوا كي راهم دايرين بالشمع. هادشي راه منكر هادشي.